نعم، شكرا جزيلا، شكرا لمؤسسة المدى وهي تحتضن هذه الفعالية الثقافية التي تعودنا أن نكون من ضمن المساهمين بها، واليوم سعادتي غامرة بأن أكون مساهم في توقيع كتابي الدقيق الأحمر وهو تمثلات في الحرمان والاحتجاج للشعر العراقي المعاصر. هذا الكتاب يتابع بموضوعية ويتابع بجرأة ما كتبه الشعراء عن واقع الحرمان في العراق، هذا الحرمان الذي أنتج الاحتجاج وبالتالي كانت ثورة الجياع العراقية، ثورة تشرين. اخترت أن يكون توقيعي هنا في هذه الفعالية الثقافية لتأكيد انتمائي لهكذا نوع من التظاهرات الثقافية، وحقيقة فخورين بالمتابعين وهذا الكم الكبير من الذين قدموا خصيصا لاقتناء هذا الكتاب أولا، ولاقتناء كتب عديدة، والمشاركة أيضا في فعاليات مؤسسة المدى أو فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب.